اكثر شيء اشتقت له بالاكل الصحي هو المربى. كنت كثير حب اكل مربى بالاخص هيك مع الصغيره على اللبن الصبح. بس بتعرفوا اكثريه المربى بالاسواق فيهم سكر، وحتى انا بحب اكل اشياء انا عملتها، ما بحب كثير اشتري اشياء معلبه. سو اليوم عم بعمل مربى على توت، بالعاده بعمل على فريز، وحأرجيكم الطريقه قد ايه سهله من دون اضافه سكر ابيض. عندي كيس بيريز توت من جميع الانواع مثل الراسبيريز والشايفين التوت الاحمر والاسود، مخلوط مثلج حطيته بجات. هلا بتركه ليدوب لوحده، بس ليدوب رح ارجيكم الطريقه كيف تعملوه، بتخلوه بالبراد لتستعملوه على الترويقه او على ساور دو بريد. ان شاء الله يعجبكم. هلا من بعد ما ذابوا بياخذوا تقريبا من نص ساعه لثلاث ارباع ساعه ليدوب الثلج عن التوت اللي بعمله، بخلطهم شوي واكيد بيكون بعضهم باردين كتير. عندي مثل هاي اللي بعمل فيها البطاطا الماش، بلش اهرسهم بهي الطريقة. انا ما بدي ذوبهم على الاخر، بس بدي اهرسهم شوي وخلي شوية حبوب كاملة لانه طيبين مع المربى عشان ما يطلع كتير مثل كأنه شراب. هلأ لما معاست شوي اللي بالنص رح حط شراب الكايكة، ميبل سيروب 4 معالق، واكيد ماي فيفورت فليفر فانيلا، رشه صغيره فانيلا. هلا ببلش ارجع اعمل كلياتهم مع بعض. هون وين حتاخذوا الحلاوه بالمربى من دون اضافه سكر عادي، والميبل سيرب بيعطيهم كثير طعمه طيبه لما تحطوا على العصير ديت الشوفان الصبح على الترويقه او اللبن. منكم بحاجه لترجعوا تحطوا اي شراب او سيروب على لانه اوريدي هيدا حلو، يعني هيدا بديل لشراب الكيك بالصبح او اي شيء محلي. بنضلنا نعمل هالطريقه حوالي 5 دقائق ليصير عنا حبوب مهروسه وحبوب بعدها كامله. مثل ما بتعرفوا انا على طول باكلي بحب احط بذور او حبوب او اي شيء بيعطيني زياده فيتامينات. اليوم حابه زيد 2 معلقة بذور الشيا. مثل ما بتعرفوا بذور الشيا لها فوائد كثير مثل البروتين والفايبر، واكيد ما ننسى اوميجا 3 اللي نحن السيدات بحاجه لهم. رح احط 2 معلقة صغار. هلا بخلطهم مثل ما شايفين. هلا شوفوا شو حلو لون هالتوت، خليت شوي حبوب كاملة ما معستهم كلهم. هلأ الحلو بس نعبيهم بالمرطبان ونحطهم بالبراد. بكرة بتلاقوا حبوب الشيا، بذور الشيا كبرت وعطيت لون جميل حلو كتير وتكتشر حلو للمربى. هلا رح اعبيها بمرطبان ازاز، بتضايقنكم حوالي الاسبوع لعشرة ايام بالبراد. فيكن تعبوها بهي الطريقة. انا عملت كتير لانه بعمل حلويات كمان بهذا المربى. عندي كم اكلة حابة اعملهم هالاسبوع فكترت، وزوجي كتير بحب هذا النوع من المربى على التوست مع جبنة كريمة. الا كتير استعملت، طيب كتير على فكرة على البانكيك او على عصيدة الشوفان، او مثل ما هي هيك على صحن صغير لبن وفواكه. جربوا تنطروا لبكرة لتستعملوها عشان يكبروا بذور الشيا. بكرة بأرجيكم الصبح ان شاء الله لما اعمل ترويقة كيف صار شكله وكيف طريقة استعماله. صار عندي مرطبان مربى توت من دون سكر بس مع الميبل سيروب والفانيلا، واكيد ما ننسى فوائد بذور الشيا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هالفيديو.